موتني موتني وريحني يا ليل، موتني زي ما موت بنتك. ليلى ملهاش ذنب. بتدافع عنها ليه؟ عشان تبرأ نفسك؟ ها؟ بالحكاية اللي بيحكيها ليل يبقى هي ملهاش ذنب فعلا يا بنتي. بعد إذنك يا بابي لو سمحت ما تتدخلش عشان ما حدش فيكم فاهم أي حاجة. التفاهم مش هينفع دلوقتي يا بابي. ولا بعدين ولا بعدين ولا بعدين. أنت قدامك حاجة من الاتنين بس، يا إما كده تقتلنا كلنا على بعضنا عشان تريح نفسك، أو تطلع بره دلوقتي وتمشي. بشربش سجاير والله. ما معاكي السجاير يبقى تدفعي تمنها يا حبيبتي. طلع السجاير بقول جرى اشرب. ما خلاص بقى ما تلمي الدور يا اختي، البنت بتترعش قدامك اهو. جرى ايه يا ليلى؟ انت هتقطعي علينا ولا ايه؟ ما بتشربش سجاير يبقى تدفع حقها. خدي دي 20 جنيه اخر 20 جنيه معايا، انا والله العظيم معيش فلوس. 20 جنيه 20 جنيه يجيبوا ايه يا حبيبتي؟ انا بشرب مستورد يا اختي، ده غير اللي هيروح يجيبها. 20 جنيه حلوين قوي يا شبرا، ولا وعدت جلاله الله يا شبرا. خلاص كليها يا اختي. تعالي تعالي فرشتي، تعالي تعالي فرشتي اهي، تعالي الحته دي تبع، اقعدي خفيش. ايه خلصنا؟ اقعدي بقى اقعدي اقعدي. كده هتعرف كل حاجه. مش مهم. هو اللي مش مهم؟ بتعرف لغاية فين؟ بتعرف ايه بالظبط؟ ايه دي شوية يا رنان؟ انا بقولك الكلام ده عشان عارف ان هي هتعملي مشاكل كتير. انت عارف لازم تعمل ايه بالظبط؟ عارف ان فاضل ساعة للفجر وعايز الحقه. انت بتقول ايه؟ يحصل اللي يحصل خلاص، انا مبقاش فارق معايا اي حاجة. ايه ليه كده هتضيع نفسك؟ انا هقوم اصلي. ناريمان اوعي تعملي اي حاجه من غير ما ترجعي لي. احنا كده يبقى اتفقنا على كل النقط. مالك يا شعبان ركز. انا معاك اهو معاك. انا بقترح ان احنا نشتري المكان ده من ابراهيم بيه كمقر للشركه. طب انتوا يعني عايزين مني ايه في ام الليله دي عشان انا دماغي فقفقت؟ يا شعبان كل المطلوب منك انك من اول بكره تكتب شيك بقيمه مساهمتك في الشركه وتمضي العقود. ايوه يعني دلوقتي كل واحد عارف هو هيعمل ايه. انا بالنسبه لي بقى انا مش فاهم اي حاجه. انا هعمل ايه؟ انت مبلغك وصل فعلا يا مستر طارق؟ يعني انا كده تمام؟ انت تمام؟ تمام. وانا كمان تمام وفلوسي حاضره صهيوني. عيني يا معلم. كده تمام يا ختياره؟ شعبان انا كنت عايزه اسالك سؤال. عينيا. يعني ايه ختياره؟ ختياره يعني تنياره. يعني حتايه. يعني دفشايه. يعني مزايه. يعني فراولايه. مين دول؟ دول دول. اقعد يا شعبان ما بيسلمش على حد ما يعرفوش. طب ثانيه واحده يا جماعه بعد اذنكم. ايوه طيب انا جاي حالا. معلش يا جماعه انا مضطره ناجل الاجتماع، ابراهيم بيه تعبان. طب استنى انا هاجي معاكي. لا خليك انت بس، خليك معايا على التليفون هحتاجك. سلامته الف سلامه. كويس الحمد لله. ربنا يطمنكم عليه، الله يحنن عليه.